من باريس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر. أهلا ومرحبا بك حسين. هل من جديد حسين بعد إعلان الموقف الفرنسي والرفض لكل ربما ما يحدث أو ما ينتج عن الأعمال الإسرائيلية في لبنان؟ نعم، في الواقع هناك موقف فرنسي رسمي صدر للتو فقبل دقائق قليلة من الآن، صدر عن الخارجية الفرنسية بيان جاء فيه إن باريس تلقت بكثير من القلق المعلومات التي أشارت إلى توغل بري إسرائيلي في جنوبي لبنان. وكما ذكر الوزير جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي، ودائما كما جاء في البيان الرسمي، كما ذكر من بيروت، فإن فرنسا تعارض أي عملية برية إسرائيلية ضد لبنان وتعارض كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين، كما تدعو فرنسا كلا من إيران وحزب الله إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة الاشتعال الإقليمي وزعزعة الاستقرار. فرنسا تعتبر أن الهجمات الجوية الإسرائيلية التي أوقعت عددا غير مقبول من الضحايا في صفوف المدنيين من بينهم عشرات الأطفال والنساء، ترى أن ذلك غير مقبول وهي تدينه. فرنسا تدعو الجميع إلى تجنيب المدنيين أي هجمات سواء كانوا في لبنان أو في إسرائيل، كما تدعو فرنسا الجميع إلى التعاون مع المقترحات التي قدمتها باريس بشكل مشترك مع واشنطن والتي حصلت على موافقة عدد من الدول إقليميا ودوليا. دعيني أشير أيضا إلى ما قاله لنا قبل قليل مصدر عسكري فرنسي من أن حاملة مروحيات غادرت الليلة الماضية ميناء تولون في الجنوب الفرنسي متوجهة إلى لبنان استعدادا لاحتمال البدء بعمليات إجلاء للفرنسيين المقيمين في لبنان، وعددهم 23,000 معظمهم من أصول لبنانية. علمنا أيضا أن سفارة فرنسا في بيروت استأجرت طائرتي ميدل إيست، طائرتين تابعتين للشركة الوطنية اللبنانية طيران الشرق الأوسط. هاتان الطائرتان ستقومان بإجلاء عدد من الفرنسيين المقيمين في لبنان. ستقوم فرنسا أيضا بتنظيم إجلاء عدد من رعايا الدول الأوروبية التي طلبت من فرنسا المساعدة على إجلاء رعاياها. إذا ما بدأت عملية الإجلاء الفرنسية ستكون باريس قد انضمت إلى بريطانيا وأيضا إلى ألمانيا في إجلاء رعاياها، كما أن كندا حجزت 800 مقعد على طائرات تجارية للبدء بإجلاء رعاياها من لبنان. وهذا حسين يعني بأن التوقعات الجميع وهي في حالة ترقب لتصعيد، ولا يوجد ربما في الأفق نوع من التهدئة كما يتمنى الكثيرون. نعم، في الواقع هذا ما أظهرته زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إلى بيروت، والتي تركزت على الجانبين الإنساني والصحي. فهو بدأ لقاءاته بلقاء مع وزير الصحة فراس أبيض وسلمه معدات طبية. فرنسا قدمت مساعدة بقيمة 10 ملايين يورو إلى منظمات إنسانية غير حكومية وإلى مستشفى رفيق الحريري ومستشفى أوتيل ديو وأيضا للصليب الأحمر اللبناني. يضاف هذا المبلغ إلى 100 مليون يورو قدمتها فرنسا منذ بداية هذا العام لمساعدة لبنان. طبعا لقاءاته مع القيادات اللبنانية يوم أمس لم تظهر، رغم قوله أن كل القادة الذين التقاهم أظهروا تصميمهم على التعاون من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولكن لا يبدو أن الخطة الفرنسية الأمريكية المشتركة لإرساء وقف إطلاق نار مؤقت في طريقها الآن إلى نتائجها المرجوة. لا يبدو ذلك، لأن ما حصل من توغل بري إسرائيلي في لبنان الليلة الماضية دفع الفرنسيين باتجاه التركيز مجددا على التحذير من إيقاع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين اللبنانيين. فرنسا تكرر ذلك يوميا، وهو ما قالته اليوم من خلال البيان الذي أشرت إليه والذي صدر للتو عن الخارجية الفرنسية، وعنوانه أن فرنسا تعارض الهجمات العشوائية ضد المدنيين اللبنانيين وترى أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي أوقعت عددا غير مقبول من الضحايا خصوصا في صفوف النساء والأطفال هو أمر تدينه باريس. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر، شكرا جزيلا لك.